والذين إذا ذكروا بآيات والذين لا يشهدون الزور. مين اللي بيشهد زور؟ عندنا ناس في البيوت بتشهد زور، واحد كسر طبق والتاني سابه، مين اللي كسر؟ والله ما شفت، انت شاهد زور. كسر كوباية، أكل حاجة مش بتاعته، والله ما أحرق، والله ما أعرف، والله أنت شهدت زور، ما أنت عارف الحقيقة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. ولما يعدي على الطرب والرقص والغنى والشرب كريم. طب افرض إن أنا عديت على المناطق دي وأنا قلبي بيهوى ويهفو وعاوز أقعد مع الناس الفاسدة دي، يبقى أنا شخص فاسد. شخص فاسد حتى وأنا وربي ده، إن شخص فاسد وأنا واحدة لابسة حجاب فساد والعياذ بالله. عشان كده بنقول للمؤمن اختبر نفسك، هل بيوحشك القرآن؟ يعني لو عدى عليك يومين ثلاثة ما قريتش قرآن تزعل؟ لو انت عدى عليك يومين ثلاثة ما قريتش قرآن تزعل، يبقى انت من عباد الرحمن. لو انت عديت على مجالس الله، مش عديت بقى ده، لو انت فتحت كده لقيت لهو وضن صورة وده ما يشدكش، تبقى انت مؤمن. لو بيشدك لا، انت لسه فيك ضعف، يبقى الاختبار شديد شوي. والذين إذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وما حد يذكره بلا يتذكر. إن شاء الله نكمل صفات عباد الرحمن في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.